كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك على الجميع. عرضنا اليوم شقة 3 غرف صالة في مجمع متكاملة الخدمات، مجمع إيسيا. زي ما شرحت لكم انه المجمع عبارة عن 4 أبراج سكنية. الخدمات اللي متوفرة فيها زي ما شايفين عندنا ألعاب أطفال بالإضافة إلى ملاعب رياضية، مسبح مغلق، صالة فتنس، وما ننسى أيضا انه موجود بوابة إلكترونية خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع. وأيضا المسطحات الخضراء أطراف المجمع بالإضافة إلى عندنا مسطحات مائية ونوافذ. وأيضا موجود ميني ماركت داخل المجمع وسوبر ماركت شوك بجوار المجمع، والمسجد أيضا خطوات بالقرب من المجمع. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة كاشستو. منطقة كاشستو معروفة عند الناس كلها، منطقة حيوية جدا مكتظة بالسكان، وأيضا معروفة بحيويتها ووجود الفنادق السياحية العالمية بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات، وما ننسى أيضا السوبر ماركتات التركية وغير التركية والبقالات العربية. المسافة بين الموقع وجواهر مول تقريبا 2 دقيقة، وبين الموقع ومطار طرابزون 5 دقائق، وبين الموقع والفورم 7 دقائق إلى 8، وأيضا الميدان أقدر أقول 10 دقائق. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة ومساحتها وإطلالتها المميزة، خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 185 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. في كل دور موجود 3 شقق. هذه الشقة أمامية جانبية. الكوريدور متواجدنا حاليا في منطقة الكوريدور. يميني هنا منطقة نقدر نحط فيها دولاب خاص بالأحذية والعبايات، منطقة مخصصة لهذا الغرض. يميننا الصالة والمطبخ، توزيع باقي الغرف جهة اليسار. تعالوا مع بعض نشوف الصالة. لو تلاحظوا مساحة الصالة كبيرة وشاسعة، أقدر أقول تقريبا 35 متر مربع. واجهتها زجاجية كاملة، إطلالتها خيالية على البحر، إطلالة بانورامية جميلة جدا. ما ننسى أيضا أن المجمع هذا التدفئة اللي موجود فيها تدفئة أرضية، وفي تمديدات خاصة بالتكييف أيضا. نطلع مع بعض للبلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحتها تقريبا 2.5 × 2.5، مساحة جيدة نقدر نعتبرها كغرفة ثالثة أيضا. مزودة أيضا بزجاج الشرائح، وإطلالتها الرائعة أيضا زي إطلالة الصالة، إطلالة خيالية على البحر. وحاطين أيضا حنفية هنا وتمديدات، لنا حرية الاختيار في استخدامات أخرى. تعالوا مع بعض نخش من جهة البلكونة إلى المطبخ نشوف تفاصيل المطبخ. مساحة المطبخ كبيرة، في منطقة خاصة هنا نقدر نحط طقم السفرة، ودواليب المطبخ جاية على شكل L، نوعيتها ذات جودة عالية وكواليتي ممتاز. أماكن الأجهزة الكهربائية منسقة
مكان للثلاجة هنا في الركن، وغسالة الصحون بالإضافة إلى طقم الفرن، يعني توزيع الأجهزة جاي بشكل منظم. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. طلعنا من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة. بجوار المطبخ عندنا هنا غرفة رقم 1. الغرفة الأولى هذه مساحتها ممتازة، جاية تقريبا 4×4 ومرتبة بشكل مميز، يعني نقدر نحط سريرين فردية أو سرير مزدوج كبير مع دولاب، لنا حرية الاختيار. لها مخرج للبلكونة هذه، البلكونة الجانبية هذه مشتركة بين الثلاث الغرف، نشرحها من الغرفة الوسطية. طلعنا من الغرفة الأولى، هنا عندنا يسارنا دورة المياه رقم 1، جاي بنظام أرضي، ونقدر نغيره بطريقة إيش مستقبلا بالكلوزيت. بجوار عندنا هنا كورنر خاص بمنطقة الغسيل، يعني نقدر نحط غسالة الملابس هنا، فوقها السخان، يعني منطقة مخصصة بهذا الغرض. مقابلها عندنا غرفة رقم 2. الغرفة هذه بجوار الغرفة الأولى ومقابل دورة المياه أيضا، مساحتها تقريبا زي مساحة الغرفة رقم 1، مساحتها جيدة، أرضياتها باركيه، التدفئة أرضية أيضا. تعالوا مع بعض نشرح البلكونة المشتركة هذه. البلكونة هذه مشتركة بين الثلاث الغرف إجمالا، جاية بشكل طولي، إطلالتها من الجنب إطلالة بحرية مميزة، ومن الأمام إطلالة المجمع، يعني أطفالنا وهم بيلعبوا نقدر نشوفهم من البلكونة بكامل الحرية. المساحة اللي مقابل الغرفة الأولى مساحة أكبر من المساحة اللي موجودة بين غرفة النوم والغرفة رقم 1، إطلالة رائعة أيضا من هذه البلكونة. نكمل نشوف تفاصيل باقي الشقة. طلعنا من البلكونة نتوجه إلى دورة المياه الرئيسية. دورة المياه الرئيسية التابعة لهذه الشقة دورتها متكاملة ومساحتها ممتازة جدا، المغسلة والكلوزيت والمروش، حتى الألوان اللي في المراحيض والأدوات الصحية مع السيراميك مختارين وذات جودة ممتازة. نجي هنا أخيرا إلى غرفة الماستر. غرفة النوم الرئيسية مساحتها رائعة، جاية بالطول على شكل مستطيل، مكان خاص للسرير والدولاب، وغرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة ومساحتها كمان ما نستهين أنها مساحة جيدة، مروش وكلوزيت ومغسلة، وهذا الشيء المميز. أغلبية غرف النوم الرئيسية ما يكون فيها الكلوزيت، في المشروع هذا وفي الشقة هذه حاطين هذا الشيء، يعني شيء مميز برضو. زي ما قلت لكم أن التدفئة أرضية، والبلكونة هذه اللي شرحناها قبل شوية في الغرفة الثانية لها مخرج من هذا الجهة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، مساحتها 185 متر مربع. أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.